بالتأكيد كل يوم في أخبار وكل يوم في جديد. دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ شركة مصر للطيران في عودة إقلاع ووصول بعض رحلاتها الدولية من مبنى الركاب رقم 2 لمبنى الركاب رقم 3، وده بعد انتهاء أعمال تطوير نظام تداول الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ولتسهيل إجراءات السفر دون تأخير وتخفيفاً للتكدس داخل الصالات. النهاردة هيبدأ التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان لحجز 2291 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتميز سكن مصر ودار مصر وجنة وقطامية جاردنز. التسجيل هيستمر لحد يوم الخميس 16 فبراير 2023. النهاردة هيبدأ صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يناير الجاري، وهي الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 20 من عمر المسابقة. هيلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع فولهام، وفي السادسة والنصف مساءً هيلتقي أرسنال مع توتنهام.